اطبعوا لي الصور دي وتتوزع على كل الضباط والعساكر يبصوا حوالين الاسم. تمام. انا هاخد اداره المفرقعات واحصلك. ماشي. اخلي الاسم 10 دقايق بالظبط واعمل كده. وفيق وفيق ما تخافش احنا مش هنسيبك. اثبت يلا اثبت يلا. على ركبك. ايوه طلع لي العيال دي على فوق. الحمد لله ان احنا مسكنا العيال دي قبل ما يشغلوا الطايره بتاعه تفجير العبوات. لسه الخطر موجود يا فندم. تالتهم لسه ما اتجابش. شباك الحجز فين؟ من هنا. ما قدمناش غير 40 ثانية يا فندم. البلاح. خلي بالك اهو. يلا بس. خلي بالك. وصلت الباشمهندس زياد وشفت طلباته ايه؟ اه طبعا. وبكره الصبح ان شاء الله هنزل ادبر الطلبات كلها. ها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اقفل دلوقتي، اقفل. تفجير ما تمش. فؤاد جرالو حاجه؟ الشابين اللي كانوا معاه اتقبض عليهم، بس ما تقلقش. فؤاد الحمد لله كويس. تنزل من هنا تجيبه تاخده على مكان آمن ومفتوح، ترموا تليفوناتكم بعيد وتاخده على البيت التاني. طيب أنا شيخ كنت جبت أكل. إيه بس أكل إيه يا معتصم؟ شوف فؤاد وبعدين نبقى نشوف موضوع الأكل.